أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم اليوم أن الحكومة تقف مع أي خطوة من شأنها كشف حقيقة ملابسات وفاة المغفور له أحمد الظفيري. وقال المزرم في تصريح صحفي عقب تقديم عدد من أعضاء مجلس الأمة طلبات بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة وفاة الظفيري أن الحكومة ترحب بأي خطوة تكشف ملابسات هذه الحادثة، مشيرا إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح شكل لجنة في وقت سابق برئاسة الإدارة العامة للتحقيقات تضم كليتي الحقوق والطب بجامعة الكويت، وقد بشرت التحقيق من جانبها. وكان صالح قد أصدر الجمعة الماضية أوامره بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بوفاة أحمد الظفيري أثناء حجزه بإحدى الإدارات التابعة لقطاع الأمن الجنائي، وبيان ما إذا كان هناك أي تقصير من أجهزة الوزارة في هذه الواقعة من لحظة ضبطه إلى حين وفاته وتقديم تقرير خلال أسبوع.